بيان إلى الرأي العام، نحن نساء شمال وشرق سوريا ندين العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان لمدة 19 شهرا للنيل من صموده وصمود شعبنا. هذا التجريد والعزلة المستمرة والمؤامرات الدولية التي تحاك على القائد منذ 24 عاما، وهذه العزلة المنافية لكل القوانين الدولية والعالمية، ليتعلم أردوغان من الإنسانية القائد الذي قادر سوريا وانتقل بين الدول حتى لا يتسبب بأي هجمات أو اعتداء على سوريا أو استشهاد أي أحد في هذه المنطقة، ليتعلم العالم من المقاومة الإمرالية والمقاومة كل إنسان حر يطالب بالعدالة والحرية. كما ندين استخدام الطيارات المسيرة الفاشية التركية لأجواء سوريا باستهداف قواتنا وإدارياتنا وقتل الأبرياء من شعبنا واستهداف النساء المقاومات، ونستنكر الصمت الدولي وخاصة الدول المنظمة. كما نطالب المجتمع وجميع المؤسسات والمنظمات بفرض حظر جوي على سمائنا وتدريجيا ما يسمى الجيش والوطن، الجيش الوطني وأردوغان وحكومته إلى لائحة الإرهاب وارتكابه الجرائم ضد الإنسانية. الحرية للقائد، المجد للخلود، الموت للخونة والعملاء والجواسيس. شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن.